عندما يكون المال شحيحاً نحتاج إلى الارتجال، أليس كذلك؟ إذا كنت تحلم بمسرح منزلي ولكنك لا ترغب في إنفاق الكثير من المال، فلدي فكرة لك. أحضر صندوقاً من الورق المقوى وقم بقص مستطيل ليناسب هاتفك الخلوي، ثم اصنع مربعاً لرأسك. ها أنت ذا، لقد قمت للتو بإعداد نظام مسرح منزلي مريح ومحمول ومناسب للميزانية. بالإضافة إلى ذلك، لن يسقط هاتفك عن طريق الخطأ على وجهك عندما تغفو. أي أليكسا، قم بتشغيل التلفزيون. أليكسا، افتح نتفليكس. أليكسا، حسناً لقد فهمت. إن العيش في منزل ذكي يجعلنا نشعر وكأننا بالفعل في المستقبل، ومن الرائع عدم الحاجة إلى التوفيق بين مئات أجهزة التحكم عن بعد. ولكن عندما تكون الميزانية محدودة، فقد حان الوقت لتكتسب بعض المهارات الحرفية. اصنع بنفسك جهاز التحكم عن بعد الكل في واحد لإعداد التلفزيون الخاص بك. لا حاجة للذهاب إلى وضع المهندس، ما عليك سوى الاستيلاء على بعض الأشرطة ولصق كل أجهزة التحكم عن بعد هذه معا. نعم، قد لا يفوز بأي جوائز في التصميم، لكنه ينجز المهمة. بالحديث عن بعض الهندسة الصديقة للميزانية، أعني الهندسة العبقرية، فقد حان الوقت لتدريب أعلى. أصبح ثقب الجدران تقنية قديمة، تذكر، نحن نتحدث عن مستوى متقدم من صنع الأشياء بنفسه. لذا أحضر فرشاة تنظيف الزجاجات ذات مقبض طويل وثبتها على المثقاب. الآن أصبح غسل الأطباق أسرع بكثير، ويمكنك حتى استخدامها لتنظيف المرحاض. لكن عدني أنك ستخصص فرشاة لكل غرض. حسناً، إليك نصيحة احترافية أخرى، قم بتحويل المثقاب إلى خلاط عن طريق توصيل مقص به. هذا سهل للغاية، يمكنك تحضير كعكة باستخدام هذه الأداة العبقرية الآن. أعتقد حقا أن الطقس الحار يحفز الإبداع، حتى لو كان الجو شديد البرودة حيث تعيش الآن. احفظ هذا الفيديو لمشاهدته في رحلتك الصيفية القادمة. هذه فكرة على سبيل المثال بسيطة للغاية، ولكنها مفيدة بشكل لا يصدق. ما عليك سوى ربط خيمة الشاطئ بشورتك القصير، وستكون محميا من الشمس دون أن تضطر لإمساك شيء بيديك. لكن هذه ليست حرفة تماما، أليس كذلك؟ على الأقل ليس مثل هذا. استخدم هذا الرجل شريطا لاصقا لربط مروحة قائمة بجسده، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه. تذكر فقط استخدام سلك تمديد طويل جدا حتى تتمكن من التحرك بحرية. أوه، وتأكد من أنك لا تخطط للجلوس خلال الساعات القليلة القادمة. إذا كان الطقس أشد حرارة مما يمكن تحمله، فيجب عليك تركيب مكيف هواء في سيارتك. أنا أتحدث عن المستوى التالي من مكيف الهواء. قم بإرفاق مكيف قديم من منزلك إلى نافذة السيارة. بهذه الطريقة، لن يتوسل رفاقك في السيارة إلى فتح النافذة بسبب الحرارة. حسناً، ويرجع ذلك أساساً إلى أنهم لن يكونوا قادرين على القيام بذلك بعد الآن. أوه، سيارتنا الأولى. في بعض الأحيان نتعلق بها كثيراً لدرجة أن بيعها لشخص غريب ليس خياراً بالتأكيد. أعني أن سيارتنا الأولى بمثابة طفلنا المحبوب، لذلك نشاهد آلاف الفيديوهات على اليوتيوب لنتعرف على كيفية حمايتها. وهنا تبدأ الأفكار الجنونية في الظهور. على سبيل المثال، أحضر قطعتين من إسفنج المسبح وقم بتوصيل إحداهما بالأخرى، ثم أوصلهما بالجزء الخلفي من سيارتك. سيؤدي ذلك إلى منع الناس من خدش طفلك الحبيب أثناء المناورات الصعبة أو تلك الاختناقات المرورية التي لا تنتهي أبداً. ولكن إذا كنت تشعر بالجرأة وتريد أن يعلم الجميع عندما يخطئ سائق آخر، فقم بربط مجموعة من الدجاج المطاطي بسيارتك وقم بإنشاء واق صارخ ممتص للصدمات، وهو أيضاً حل مفيد إذا قرر بوق سيارتك التوقف عن العمل. إذا لم تنجح أداة حماية السيارة التي تصنعها بنفسك، فقد تحتاج إلى إجراء بعض الإصلاحات السريعة. تخيل أنك ركنت سيارتك وقام شخص ما بتحطيم المرآة الجاذبية الخاصة بك. حسناً، لا تقلق، قم بزيارة أقرب صيدلية وأمسك بفرشاة بها مرآة في الخلف وثبتها في مكان المرآة باستخدام بعض الأشرطة اللاصقة شديدة التحمل. سوف تؤدي الغرض، على الأقل حتى زيارتك القادمة إلى الميكانيكي. لكن إذا كان إصلاح سيارتك أمراً غير وارد على الإطلاق ولم تكن مستعداً للتخلي عنها، فقم بتحويلها إلى تحفة أثرية. أراهن أن أسرتك لن تكون من أشد المعجبين بعرض سيارتك القديمة بفخر في غرفة المعيشة. لذا كن مبدعاً من خلال إزالة سرير الشاحنة وتحويله إلى حوض سباحة.
إنها طريقة رائعة لتكريم سيارتك المحبوبة وجلب بعض الباجة لعائلتك. الآن هذا ما أسميه تطوير عبقري. إذا كنت من النوع الذي لا يحب التخلص من الأشياء ويستمتع بتطويرها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، حسناً، فإن إعادة التدوير للأفضل هي الحل المناسب لك. ربما لدى ابنتك دمية لم تعد تلعب بها، لا تتخلص منها، اقطع الجزء العلوي واملأه بتربة زراعية وازرع شيئاً فيه. حسناً، لديك الآن بعض الأواني الغريبة لمنزلك، أتمنى فقط لا تصدم طفلتك ذات 5 سنوات. ربما تتساءل عما يجب فعله ببقية الدمية مقطوعة الرأس. لدي فكرة، أحضر ساقي الدمية واربطهما بلوح خشبي وغطي اللوح بالحشوة ولفه بقطعة من القماش، وها نحن ذا، لديك كرسي صغير ممتع. إذا كنت قلقا بعض الشيء من الجلوس على هذا الشيء، فحاول تعديل هذا المقعد الغريب المقاوم للسقوط. أعلم أن كلمة غريب تبدو قليلة، لكن على أي حال، خذ 4 أزواج من الجينز القديم واملأ كل زوج بحشوة الأريكة، ثم قم بخياطة الخصرين معا. حسنا، يبدو هذا المقعد وكأنه عنكبوت عملاق مقلوب، يبدو الأمر مريحا رغم ذلك. لماذا تهدر موهبتك في تعديل قطع الملابس بينما يمكنك إنشاء ملابسك الخاصة من الصفر؟ أحضر قطعة كبيرة من الجبن، كلما كانت معتقة كلما كان ذلك أفضل. الآن استخدم سكينا واستحضر مهاراتك الفنية لنحت كروكس عبقري. لست متأكدا مما إذا كان هذا الطراز أكثر راحة من النموذج الأصلي، لكنه سيساعد بالتأكيد على إخفاء رائحة الأقدام الكريهة. فقط أولئك الذين جربوا الانتقال من مكان إلى آخر يعرفون مدى الضغط الناتج عن رؤية جميع متعلقات حياتك معبأة في مليون صندوق من الورق المقوى. ثم تصل إلى مكانك الجديد وتنظم كل شيء، ولا يتبقى سوى سؤال واحد: ماذا تفعل بهذه الصناديق؟ حسناً، يمكنك استخدام هذه الفكرة الرائجة. كل ما تحتاجه هو تشكيل الصناديق وطيها على شكل كرسي وطاولة، ثم أضف الكثير من الطبقات، إنه يشبه إلى حد كبير أوريغامي عملاق. لقد انتقلت للتو وتجد نفسك في حاجة إلى مصباح. لا تضيع أموالك في شراء واحدة جديدة بينما يمكنك أن تأخذ طفاية حريق وتحولها إلى مصباح معلق بنفسك. حسناً، ربما يكون هذا مخصصاً للحرفيين الأكثر خبرة الذين يستخدمون أدوات متقدمة، ولكن يمكنك تجربة نسخة مصغرة منه. أمسك بقاعدة مصباح قصيرة وأزل غطاء المصباح، ثم توجه إلى المطبخ لإحضار المبشرة. قم بتغطية المصباح بالمبشرة، وها أنت ذا، تبدو حادة، لا تلمسها. انظر، في بعض الأحيان كل ما يتطلبه الأمر هو إضافة بعض الضوء إلى الأشياء القديمة للارتقاء بالتصميم إلى المستوى التالي. خذ هذا المكتب الخشبي المصنوع من قطع منفصلة على سبيل المثال. توجد مصابيح LED في الأسفل، وهذه القواطع مملوءة بالإيبوكسي الشفاف، وبالتالي فإن الجزء العلوي بأكمله أملس، لكن دليلي القاطع على أن الضوء يمكن أن يجعل كل شيء أكثر إثارة للاهتمام هو أرضية المطبخ هذه. تبدو هذه الأرضية رائعة بالفعل، ولكنها تتغير عندما نفعل هذا. رائع، وليس هناك سحر هنا. تم صنع الطبقة النهائية باستخدام 8 ألوان مختلفة من المسحوق المتوهج في الظلام الممزوج بالراتنج الشفاف. إنه لأمر مدهش كيف يمكن للمطبخ أن يبدو من عالم آخر بقليل من الألوان. أعتقد أن هذا الحمام مختلف حقا، استخدم شخص ما تقنيات منظور رائعة لإنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد. يبدو أن كل شيء على وشك أن يتم سحبه إلى تلك الدوامة. يضيف هذا لمسة مبتكرة إلى منزلك، وهي فكرة رائعة لإخفاء البلوعة نظرا لأنها ليست جميلة أبدا. ولكن مهلا، ماذا تفعل؟ لا تقترب كثيرا من... عفوا، إلى اللقاء.